موش على الحوايج تبدل لهم الجو راه سخفوا شنو هذا كيف سخفان شنو ما قادرش يتنفس هيا عليهم واحد الاقبال كبير كبير بزاف المغاربه كياخذوهم سبب الثمن ديالهم اللي هابط اللي مقارنه في السر ديال طبيعه الحال حيت 67 درهم ماشي 83 درهم شو هذا شو هذا مي ما قادر يهز الراس هذا بينا في جيم كيف ما كتشابعوا معنا اقبال كبير على الحولة ديال اسبانيا اقبال منقطع النظير الدنيا عامرة كيف ما كتشوفوا وتبدل عليهم جو سخفانين المقارنة بالسردي السردي تبارك الله اللي كيبقى يتحرك الثمن راه 67 درهم والسردي 83 درهم شو ماشي غير شو شو هذا كي كيتنفس راه مايمكنش هذا خلعني انا والله الا خلعني دابا راه دور شي قبيله وباقي في نفس البلاصه برك اخويا 77 درهم الكيلو ها انتوما شوفوا معنا راه ما قادرش على انهم يتحركوا نهائيا راه بزاف ما عرفتش ونبيعوا هذا شو المشي عنده كي دايره تيتمشاو ونتاكدوا انتوما الصوره امامكم متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي سخفانين تاع بصح الحوالة ديال اسبانيا مقارنة بالسردي راه عليهم واحد الاقبال كبير عليهم واحد الاقبال كبير 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 بزاف 67 درهم اللي بالكرون الكيلو 60 درهم اللي بالكرون ولكن الحيوية والنشاط والحركية اللي كنشوفو عند السردي ما كايناش نهائيا عند الاسبان حنا كنتواجدو هنا بالاسواق الكبرى السردي هانتوما حي 67 درهم بركي 77 درهم الاخر 60 درهم اللي كاين الدنيا عامره تبارك الله كاين واحد الاقبال كبير 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 على الحولية الاسبان هانتوما السردي معليش اقبال ما كاينش اقبال نهائيا على السرد ضعيف ضعيف مقارنه بالاقبال على الحولية الاسبان هانتوما السردي راه 83 درهم للكيلو والناس مقارنه بالجهه الاخرى راه نتوما كتشوفوا على المباشر واش شي واضح لكم
في المباشر ما قدرتش انا نقول لكم اكثر من هادشي اللي كتشوف. السردي تبارك الله راه حراكي وحيوي، ولكن الثمن راه حتى هو كاين. هو حيوي.